تحية لكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم وحيثما وجدتم، ولاية ولاية، قرية قرية، دار دار، دشرة دشرة، قصر قصر، في حلقة جديدة من برنامج مراسلون وتتابعنا فيه. في رحبة الأسواق الشعبية بتيارة لقاء بين الكساسبية والمطارقية والحشاشبية وصولا إلى القهوجية. هذا يرفع الحساسية واللازم، وكي نجو هنا دائما المنطقة الصيفية نجو هنا خير من نروحوا للبحر. مغارة عجيبة بالأغواط، موطن الخفافيش، لكنها شفاء لبعض الأمراض الجلدية والتنفسية. المشي هذه تعبت شوية من ناحية الماء، ناقص ياسر، قاع ستيرنا يحب لك باش تجيبها هنا. من يرعى الإبل في تمن راسة، والأرض هذا العام لم تنبت من حشيشها وحلفائها وأشواكها. وتتابعنا أيضا لمن طأطأ عز الدين مهوب برأسه قبل أن يصبح وزيرا. إلى جو الأسواق الشعبية بتيارة الذي نجد فيه الكثير من المريوحين، وهم أولئك البشر المضروبين إما على الصالحين أو المغبونين الذين يركبون سحابة شطيح ورديح كلما سمعوا أن غاب القصبة والبندير. وأنت في هذه الرحبة الأكيد أنك ستسمع مكبر الصوت يقول رش رش دوة تاع الكزيما، رش رش الدواء تاع الروماتيزم، رش رش الدواء تاع السخانه وايضا تاع البروده. لكن الملفت اكثر للانتباه ان الكثير يتهافت على قهوه الصوغ رغم انها محضره بالماء والزغاريت. رضا بوعشاد ذهب الى تيارة التقى بالمطارقيه والحشاشبيه والقمارجيه، وروح معها في هذا الرفورتاج. عندما تجد نفسك وسط القصاصبيه والمطارقية والعشاشبية، نعم هذو في الليل ويقلعوا لي طاش خويا بن عمي، والقمارجية. ايوا سيفو سيفو على غرش، ما تقولش ما تقيس، روح دير الانترنت. نهاية بالقهوجية. فاعلم انك في جو الاسواق الشعبية بتيارت. في الاسواق الشعبية يباع كل شيء، وتباح أغلب الأشياء، تعرض مختلف السلع، وتخيل أن تجد ما يجول في خاطرك. تجد الراقصين على أنغام الغيطة والبندير، يسمون في العرف بالمريوحين. هذه يسموها هنايا الحلقة، يسموها الحلقة نتاع فلوكلور، يديروا فيها القايطة ويحضر فيها أصحاب الديوان، الناس اللي شوية عندهم ريح هيا يبدأ يرقصوا، عارف كل واحد والهوة تاعو، كان اللي مضروب على صالحي، كان اللي يبدأ يريح، كان اللي يبدأ هيا ويديروا الديوان ويديروا بهم جماعة. سلام عليك يا رسول الله. إلى رحبة القتال الذي يدرس بالمنطقة منذ صغر، ليس بالسيوف بل بالعصي وتسمى بالمطرق، والحاذق هنا من يستطيع أن يمرر ضربة بالعصا لنظيره. ترجمة
بالنسبة للرياضة هذه رياضة تقليدية عربية جزائرية أصيلة من التراث من الأمير عبد القادر. بالنسبة للولايات التيار اللي ما يعرفش يضرب مطرق يعني صراحة اللي باغي يتعلم مرحبا به يزور واللي ما يعرفش يتعلم أنا نعرفها باللي نقول ماهوش تيارتي يعني المطرق والخيل الفانتازية هذو يناسبوا ولاية تيارت. هذو اللي راكم تشوفين كاين نبيعوهم هنا نبيعوهم كل في 48 ولاية. وإذا سمعت مكبرات الصوت بالأسواق فاعلم أن من يمتهنون بيع الأعشاب هم من يدوون ربوع السوق من أجل لفت الانتباه وبيع هذه الأعشاب. عندنا تجربة خويا بن عمي في الآخر في الكيس. انتظروا، طريقة البيع لا تكون عرضية بل بالكتب والبيان. الترمس لصحاب السكر كاين اللي يعرف له خدمة وكاين اللي ما يعرف له شي خدمة خوتي بني عمي ويتجاوب معهم المتجولون في السوق. الأعشاب هذو النباتات كاين وين نبيعهم مختلطين وكاين نبيع عود البلسان صافي عشبة نجيبها نبيعها تفيد هاد العشبة خويا واه تفيد ونجربها وعندي تجربة فيها عندي 35 عام نبيع هاد النباتات. لا كاين اللي ما يعرفش هذاك اللي ما يعرفش نقولوا الله يحسن عونه ينجم يتعدى على ما عندهش خبرة. أنا راه عندي خبرة خويا كي نعطي البنادم نبات يعاودي واللي عندي. بغير بعيد عن بائع الأعشاب لفت انتباهنا شيخ بائع لشحم الإبل، ولأن التقشف يضرب جيب الشاري فقطعة شحم الجمل هنا بأثمان بخسة، والشحم هذا يداوي أغلب الأمراض حسب بائعه طبعا. أنا نبيع الشحمة تاع الجمل هنايا نداوي بها البرد الروماتيز لو بها لازم حساسية البوشر الشقاق تاع كرعين هذا ما كاين. مليحة للبرد مليحة للسطر هايلة. هاش انا وقت نلعب الزعابة. اي خاطي اللي عنده 20 بسم الله هاي الصحة هذا تفضل. حق 10 20 كما عنده. اعطيني 10. مررنا على هذه الكرات التي تشبه كرة التنس، لكن ليست كذلك. إنها الورقة التي تقدم معها في حال شرائها. مناسبة لعدة أمراض مستعصية. هذه عشبة سموها الحنطل تقلع الكزيمة الحكة خاوتي ثولي المسمار شتا كرئين حب شباب الكزيمة حتى نقوم تقلعه. هذه أغلبية تنشرحوا منها يحلها مولاها بالموس يقلع منها الداخل ويحك شطب مواده يديهم مرة في الليل صباح يغسل يداومها مدة 15 زور كما كان يريح منها بإذن الله أغلبية يريح منها. هنا برنامج أدي ولا خلي لكن على الطريقة التيارتية في الأسواق الشعبية أين يلتف هؤلاء الشباب على هذه الطاولات للقمار وربح الدنانير. أنا عادة قاع من بكري رانا نتبعوا فيها ضروق حنا ما بينا لا دراهم لا والو. هذه سموها سيسكا هيا نبغوا هكا بالله كل سنة راهي تجينا كيما هكا نبغوا نلعبوا هكا نفوتوا هذه ما بينا لا دراهم لا والو هيا نبغوا نواسوها هكا وصاي. هذا سخون خلاص عاود. ينتهي بك المطاف بعد كل هذا الضجيج في مقهى لكنه ليس كالمعتاد. إنه مقهى السوق المعروف بتحضير كل مشروباته على نار الحطب. القهوة التقليدية هذه ولا مزيرة ولا حاجة لا هذه حطة هذه حطة واجب وحطة واجب عطينا أذية بجرطة قد يراها البعض بالمضرة للصحة إلا أنها لدى مرتدي الأسواق بالعادية. والطوابير كما تشاهدون هنا تباع القهوة وأنواع أخرى من المشروبات ولن يسعفك الحظ لتذوقها إلا بالسوق. تقالي تاعنا تاع بكري هكذا في الأسواق كما كم الطعم هكذا تسمع الناس هكذا اللي ما لقاوش بعضهم يسموها الوعده هي يسموها الوعده الناس توعد بها باش يتلاقوا يتلاقوا الناس هكذا يلقاو بعضهم من الاحباب الاصحاب يجيبوا جماعتهم القهوه ويقصروا يخلصوا القهوه.
كاينه ايه كاينه قهوه تاع خنجلال تاع بكري الجمره وكاين اللي تيب النعناع ولادي كاين الجمره والقاص كما يبغي الكل اللي يحب تاع بكري يشم النار بل. في الأسواق الشعبية تجد المتعة والإثارة، الاحتيال والتحايل، والأثمان البخسة سيدة هنا بامتياز، وتجد فيه أيضاً ما يعقل وما لا يعقل. رضا أبو عيشات لبرنامج مراسلون. ياه 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 ويا حسرة على نهار قبل نهار يا نانا يصبح الخير يا من تيارة إلى الأغواط وبالضبط في بلدية تجرون أين توجد مغارة يسكنها الخفافيش لكنها تظل مقصد الناس رغم وجود هذا الحيوان الشرير للمعالجة من بعض الأمراض الجلدية بل يجد الكثير من المصابين بضيق التنفس الراحة الكاملة وهم يسيرون داخل هذه المغارة التي تقع في جبل الملح بالأغواط مراسلنا سعدوي العرج بعث لنا هذا الروبورتاج بتصوير جميل جدا ببرنامج مراسلون اليوم تكون وجهتنا إلى جبل الملح الذي يقع ببلدية تاجرون بولاية الأغواط وبلدية سيدي ضيفور بالبيض هذا الجبل الشامخ الذي أبهر زائره من داخل وخارج الوطن لما يتميز به من مناظر خلابة الشبه بركانية التي أبدع الخالق في صنعها توجد به مغارة يقصدها العام والخاص يغامرون بدخولها من أجل السياحة والتداوي بالماء المالح الذي يخرج من المنبع حيث يقول هؤلاء أنه يشفي جميع الأمراض الجلدية هاي الأسباب اللي تخلينا احنا نقصد بهذا الماء المالح هو لأنه ينفع في الحساسية ماذا بينا نخلو الناس تجي لهذه البلاصة وتغسل بهذا الماء وتستنفع منه ونتعرف على هذه المنطقة قناة الشروق مرحبا بكم ضياف اليوم والمنطقة السياحية الماء هذا ينفع الحساسية واللازم وكي نجو هنا دائما المنطقة الصيفية نجو هنا خير من نروحوا البحر هنا بالنسبة للأمراض الحب الرقيق هذا الكل كما شاهدتم بالنسبة لمنطقة جبل الملح ببلدية تاجرون يمتاز بعد له عدة مميزات وشفاء لبعض الأمراض حسب أقوال أهل المنطقة فهو يشفي من أمراض الجلدية وبالإضافة إلى أنه بالنسبة للمغارة الملحية المتواجدة على مستوى الجبل حسبهم أنها صالحة لكل أمراض التنفس كما للمكان خصوصية مميزة وأنت بداخل المغارة التي تسكنها الخفافيش يأتي هؤلاء للسياحة والتداوي من أمراض عدة كأمراض التنفس حيث من يدخل المغارة يتخلص من بعض مشاكل التنفس وشاكم تجديروا بالماء هنا شاكم تغسلوا به سمعنا أن هذا الماء نقي وكما نقولوا ينفع للنافع للأحساس للجلد ولديه إيجابيات معروفة من قبل معناها من مشايخنا وتحول الملح عبر آلاف السنين إلى منحوتات بلورية تخطف الأبصار ويؤكد كل من زار المكان من أجل الشفاء وله مشاكل جلدية كالثعلب أنه شفي الملح نداو من الماء هذا والملح ندو الملح ونداو امراض جلديه كاع عامه ذاكرينها مليح عليها امراض جلديه وجايه لا ثعلبه هذه قلت ثانيه نشوف عليها براهم لبس عليهم الحمد لله ونتمناو وجيت انا زيد باش نعالج الطفيله هذه بنتي هاي وين عندها صدفيه كما راك تشوف كما راكم تشوفوا هنايا عندها جفاف في جلدها كامل في جلدها كامل رجليها
هيا ذكرونا هذا البلاصة، راني جيت على ربي إن شاء الله. تحول جبل الملح عبر الزمن إلى مزار للزوار من الجوار وكامل أرجاء الوطن، حيث توجد به أحجار متنوعة الألوان كاللون الأخضر والأحمر والأصفر، ويقول المختصون أنها صخور نارية. يعتبر جبل الملح من الأماكن السياحية المفضلة، يتوافد إليه الكثير من السواح ويمتاز بمناظر خلابة كالوادي، حيث يعد ثروة وطنية ومعلما سياحيا بامتياز لو استغل أحسن استغلال. من جبل الملح ببلدية تجرنة ولاية الأغواط لبرنامج مراسلون، كان معكم رعاش السعداوي مراسل قناة شروق. عندما لا تنبت الأرض من حلفائها وحشيشها وأشواكها، يجد مربو الإبل في ولاية تمنراست وبالضبط قرب جبل إهرن صعوبة كبيرة، فندرة الماء والعلف يعني بالضرورة ندرة في حليب الناقة الذي يعتبر مصدر رزقهم. شيخ لتيم انتقل إلى منطقة إهرن وبعث لنا هذا الروبورتاج بصوت سليم حماتي. قرب جبل إهرن ضمن السلسلة الجبلية للأهجار بتمنراست، استوطن هؤلاء لممارسة مهنة تربية الإبل رغم الصعوبات التي تواجههم. الأرض لم تنبت هذا العام من حلفائها وحشيشها وأشواكها التي تعتبر الكلأ الرئيس لهذا الحيوان. الربو شوي نعانوا من ناحية التربية، شوية تعبانين، شوي بدايرين شوية نياقة هنا وشوية غنم، شوي ما هوش ياسر الحق، شوية تعبنا المشية هاي، تعبت شوية من ناحية الماء ناقص ياسر، قاع ستيرنا يحب لك باش تجيبها هنا، الشعير ما كانش ناقص ياسر، قاع القرد الثاني غالي ما نقدروش معنا تعاني به، ما تقدرش بزاف، وضر جافة شوية العام هذا، شوية الماء ما طاحش الحق، ما هذاك شيء مقادير الله ما نقولوا فيها حتى شيء، وهذا هو ماذا بينا معنا من ناحية السلطات والناس المعنية بالأمور هذه وذا الشيء والتربية، ماذا بهم يعني إعادة النظر لنا شوي، يعونونا شوية وشوفوا أمورنا. لازم ملا بالشعير، والشعير هذا لازم باش يشروه بالحليب، كي يبيعوا الحليب يجيبوا الشعير، وهذا الايامات راه ما كانش، على خاطر نشتنا باللي يعني ماتوا ليهم الحيران تاعهم، الاولاد نتاع البعير هادو ماتوا صافي، كي يموت ليهم الحيران هادي الناقه ما تعوش تحلب، على خاطر اللي يكون باش تحلب ياسر لازم اللي يكون تحت الحوار نتاعها، والحوار راه مات ما تحلبش. حنا نشوفوا كانش ما ان شاء الله السلطات المعنيه هادي كانش ما تعاونهم شويه في من ميزات قطيع الإبل أنه لا يبقى قرب المربين، بل يخرج بعيداً إلى الفياف قطعاناً، ما يحتم على صاحبها الخروج يومياً هائماً على وجهه بحثاً عنها في الجوار. في الصباح والعشية نمشي نحوص عليهم على الفحل نتاعهم، ومرات نجيبهم ومرات شي ما نلقاهم قاع، ونعطيهم الماكلة ونحلبهم. كل عشية نروح لهم بالبعير، يعني من الساعة الزوز نركب على البعير ونمشي لهم، ونحصلهم مرات الربعة مرات الخمسة هكا ونجيبهم. نردهم البلاصة هاي اللي ساكن فيها، ونعطيهم العلف نتاعهم ونحلبهم. هنا يقوم هذا المربي بربط القدم اليسرى للناقة قبل حلبها، الاهتمام بها شغل شاغل للمربين، ف
فهي مصدر مالهم. تربيتها واعرة، شوف النياب البل هذه تربيتها واعرة، المعيشة نتاعها صعيبة. الناقة كما هو معروف لا يحلبها الجميع، كما أن توفير هذه المادة يتطلب أيضا الاعتناء بحورانها. وعندها وقت مخصص تنحلب فيه، وعندها وقت مخصص تنعقل فيه، لأن يعني ندخلها الحليب والله تدير لها كما نقول إحنا بالكلمة الدارجة الشمال، دير لها الشمال باش الحوال ما يرضع، إن الحوال روحه جيعان. وهذه ما هي سهلة تربيتها، لا يلزم ماليها، ماليها هم اللي ربوها وهم اللي يقوموها وهم اللي فاهمين أمورها كامل، ماهوش أي واحد والو. خاصة الناقة ماهيش كيما الغنم والبقر، لا الناقة شوية عندها حاجات أخرى. بعد أن يتم حلب الناقة يوضع الحليب في قارورات لبيعه، لما له من فوائد صحية كثيرة. مكان الحيران ما كانش الحليب، إذا ما كانش الحليب ما كانش الشعير، إذا ما كانش الشعير ما كانش الخدمة، صافي لازمنا الدعم. قساوة المناخ هنا صبغت على ملامحهم لونا من قساوته، تعرض المربين لأشعة الشمس نهارا والبرد ليلا لم يثنهم على التشبث بمهنة ورثوها جيلا من بعد جيل. احنا رانا جينا هنايا قالوا سمعنا باللي كاينه الناس مربين هنايا النوق، جينا نشوفوا برك كيف راهم عايشين، كيف راهم يتعاملوا مع هاد الماشيه. لقينا يعني الناس هذه راهي تعاني ياسر، تعاني ياسر، يا ينوضوا من الخمسة تاع الصباح هما عقاب النوق نتاعهم، وراكم شفتوا مع البرد راه كاين ياسر هنايا. نوض مع الخمسة نتاع الصباح مع البرد وما كانش الخدمة مليح، أن عيانين مع بعضنا كيما هاك، وماذا بينا تدعمنا الحكومة نتاعنا، وراهي كاينة الشقوى والله يصبرنا وخلاص. الحليب ما كانش وحنا رانا مازال نتبعوا فيهم باش نعيشوهم وعندنا ما نديروا، لكن مو هكا مناش معيشينه، الله يصبرنا. الناقة لمن يرعاها شعار ينطبق على هذه الثروة الحيوانية، والتغني بها وبأصحابها في صحرائنا لا يكفي وحده، بل الاهتمام بالمربين من قبل السلطات المعنية فيه من الفوائد الجمة. الشيخ لتيم لبرنامج مراسلون. لمن طاطأ الراحل فرحات عباس رأسه رغم أنه كان رئيسا للحكومة المؤقتة، ولمن طأطأ الشيخ المرحوم عبد الحميد كرمالي رأسه كذلك قبل أن ينال كأس أمم إفريقيا عام 1990. غيرها من الشخصيات أثبت التاريخ والجغرافيا أنها طأطأت وما زالت تطأطئ رأسها. هما يدفعون للسؤال أيضا، لمن طأطأ عز الدين مهوب برأسه قبل أن يكون وزيرا؟ أسئلة يجيبنا عنها مراسلنا سمير خربش. عمي بالقاسم أو عميد الحلاقين بسطيف الذي طأطأ له كبار السياسة والرياضة رؤوسهم، من الرئيس فرحات عباس إلى الوزير عز الدين مهوبي. إلى نجوم الكرة كلهم سلموا رؤوسهم لهذا الرجل الذي يتقن لعبة المقص منذ أمد بعيد. حلاقك تعرف مهنة شريفة، مهنة تاع الأجيال من الجيل للجيل، والحمد لله عايشين منها خبز حلال. وعقب عندي أجيال من اللي ماتوا، من اللي مازالوا حيين، من اللي راهم ذوك من الرياضيين، من السياسيين. الشيخ فرحات عباس ربي يرحمه، سي عز الدين مهوبي اللي راهو ذوك وزير، بزاف والرياضيين ما تهدرش، الرياضيين لونطونت من سي بن محمود كيرمالي العريبي، هذوك كل عقب عندي اكل سي قجالي، سي بنكاري ربي يرحمه، كوسيم ربي يرحمه، ماتام
الحكام سعود كوسا سليم الساسي حفت حتى الحنصال حنصال الحاكم اللي تعورنا ذاك. رئيس أول حكومة جزائرية لم يكن يسلم رأسه إلا لعمي بلقاسم، إنه من الزعماء التاريخيين، لكنه كان يجلس بكل تواضع في هذا المكان وينتظر دوره ككل الزبائن. فرحات عباس هذا كان خو المعلم تاعي يخدم عنده حاكم لولا فرماسي، كان حاكم لولا فرماسي لافرماسي عباس عمار ربي يرحمه باللوط هو اللي حاكم لولا فرماسي. وكي يجي الصيف لهنا لدارو كان هو يسكن في برنابي، كي يجي الصيف كي يثوروا اللحية ولا شعر يجي تواني حفف، كان يحفلوا المعلم. بعد المعلم بطل، كي تعلمت أنا بطل المعلم، خلالي الكرسي ليا ملك عاد يجي قبل ما يموت ربي يرحمه. ونحفلوا أنا نحفلوا باسكو أنا اللي بلاصه المعلم تاعي. في الوقت هذا كنا نهابوا منه ماشينو رئيس جمهورية السابق، ها رئيس جمهورية السابق كيف شخصية كما ذاك نهابوا نهضروا معه. إلى جانب الساسة الكبار عمالقة الكرة كانوا لا يثقون إلا في عمي بلقاسم الذي يتقن اللعب فوق الرؤوس. لاعبين للآن من وقت كسيم وماتام وسعودي وهما عندنا الضك هذا الجيل الصغار تاع زيايا وعديسة وسرار وجت بشوي 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 جت للآن الضك سي حمار هذا كلام عندي ملولي يا مزال وكان سمي لك بن جاب الله وش نقول لك عبد الحميد صالحي للآن ذك ويجي نور الدين موصلي عندي التصويره تاعو هاي وراه تحب تصورها. الزبائن اليوم يعترفون بأن عمي بلقاسم أكبر من حلاق، فظلوا أوفياء له ما دام الشعر ينبت على الرأس. شري في دار عنده من روحه راسي ما ندري حتى الواحد إلا بلقاسم الحفل عندي. أيام بعد رحلت سكنت في الجزائر، نجي من الجزائر لهنا باش نحفف ونروح. أحسن وأعرق حضاني حفاف في مدينة الصيف، والحمد لله يا ربي بكري احنا نحفوا عنده ووالدينا حفوا عنده، نشتي ونجي وريحوا عنده سمعني يعني جارو ونريح عنده نشتي نجي ونسمع أخبار جديدة عن لونطون. اللمسات الفنية وطرق التحكم في الموس والمقص وغيرها من الفنيات ورثها عمي بلقاسم لأبنائه الذين حملوا اللواء المضاد للشعر. أعرق حلاقين مدينة سطيف ووفاق سطيف وراي مرت عليه أجيال. أنا راني ابن ثالث في العائلة، عندي فارس هو الكبير، عندي ديدين من بعد أنا ومن بعد عزة عبد العزيز المدوى عزة ثاني وحلاقة ومعي أخوي الصغير. احنا الحرفة هذه تاع بوينا نقدسها كيما نقولوا احنا، باسكو كي نضنا احنا كي زدنا احنا لقينا بوينا المهنة هذه يحبها، فهمتي؟ احنا لقينا كي نضنا عرفنا صلاحنا لقينا بوينا المهنة هذه عزيز عليه بزاف. هو اذا عميد الحلاقين بالسطيف الذي طأطأ له الكبار رؤوسهم واستسلموا امامه بكل هدوء وسكينة. سمير مخربش لبرنامج مراسلون. طبعا قبل الختام المبدع معاذ برياش يلخص لنا حلقة اليوم في هذا التركيب المصحوب بموسيقى آلة القصبة. تذكروا دائما المراسلون هوب أبطال الصحافة، انتظروهم في حلقات جديدة وراسلونا على صفحة الفيسبوك مراسلون حرف الواو مكرر 7 مرات. إلى اللقاء.